دشنت مديرية الصحة بالأسكندرية الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تستمر لمدة 100 يوم لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. تمت الحملة داخل إحدى الشركات المنوط بها رفع القمامة من شوارع الأسكندرية، حيث يقوم العمال برفع النفايات الخطرة والتعامل المباشر مع الأخطار. احنا موجودين هنا النهارده في شركه نهضه مصر عشان ندشن 100 يوم صحه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. موجود اكتر من 8000 عامل في الشركه، اهلنا وحبايبنا وناسنا اللي موجودين في اسكندريه وفي شركه نهضه مصر، ناتج عن بروتوكول تعاون ما بين مديريه الشؤون الصحيه في اسكندريه وشركه نهضه مصر للكشف عن الاعتلال الكلوي المزمن وتطعيم فيروس بي، وايضا الكشف عن الاورام السرطانيه. المبادره النهارده بنتكلم في فحص مبكر للاورام السرطانيه، بنتكلم النهارده في الكشف المبكر للدهون والاعتلال الكلوي، عندنا النهارده حمله تطعيم فيروس كورونا، عندنا النهارده تطعيم كابي دي بي، عندنا مبادره النهارده للاقلاع عن التدخين. طعمت تحليل سكر وعملت خدت الجرعه الرابعه من كورونا، وقصيت للضغط وشافت نتيجة السكر وكتبت لي علاج كامل للسكر. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة.